الخير. تل الموتى، أرض الموتى، مكان يسكنه الموتى وأشباحهم وأرواحهم، بيتنقلوا فيه بحرية كأنهم مازالوا أحياء وفيهم الروح، ما تنقذوا. هيدي الحقيقة. منطقة بباكستان تدعى تل الموتى، بيقول أهلها أنهم بيشوفوا الموتى اللي دفنوا فيها من أكثر من 4000 سنة. عادي هيك مثل ما أنتوا شايفيني هلأ، ما تخافوا. هيك رح تسمعوا من أهل موهينجو دارو لما تزوروا تل الموتى بباكستان. تل الموتى من أغرب الظواهر اللي ما إلها تفسير حول العالم، لغز غامض عمره أكثر من 2000 سنة. بالماضي اختفت فجأة، وبالحاضر حيرت العلماء ونسجت حول الأساطير الشعبية. تل الموتى هو موقع أثري، مدينة قديمة تأسست قبل 2600 سنة قبل الميلاد، وكانت من أكبر الحضارات بالسند اللي هي باكستان هلأ، ونافست الحضارة الفرعونية بمصر بهيداك الزمن. لكن كل شيء مجهول عن أهل هذه المدينة اللي اختفت فجأة. ما في أثار تحكي عنهم، ولا كتابات على الجدران، ولا برديات فيها شعر أو أخبار عن حياتهم. حتى دينهم مجهول، وشو الآلهة اللي عبدوها، باستثناء بعض القطع الأثرية الصغيرة اللي وجدت مطمورة بالأرض هون وهنيك على امتداد أطلال المدينة القديمة لتل الموتى. اختفت حضارة تل الموتى مع أهلها وبيوتها بين ليلة وضحاها، تبخرت من على سطح الأرض بالقرن 19 قبل الميلاد، حتى تم اكتشافها عام 1922 وهن عم يعملوا خط سكة حديد ويحفروا المنطقة. ثم اختارتها اليونسكو عام 1980 ضمن المواقع الأثرية العالمية. أخبركم شوي عن ما استطاع علماء الآثار اكتشافه عن مدينة تل الموتى القديمة. بنيت تل الموتى أو موهينجو دارو بالقرن 26 قبل الميلاد، وعرفت باسم حضارة هرابا اللي كانت متطورة جدا بوقتها، وامتدت من وسط باكستان حيث تقع موهينجو دارو إلى شمال الهند وغرب إيران. كانوا متقدمين بالهندسة المعمارية، والدليل الموقع الأثري الضخم في تل الموتى اللي فيه بقايا المدينة القديمة. الأبنية المنخفضة بتشبه بعض، شوارع المدينة مخططة بشكل مستقيم ومتوازي. أما عدد سكان تل الموتى فقدروا العلماء ب 35,000 نسمة عاشوا بالنصف العلوي والسفلي. القلعة الأساسية للمدينة كان فيها حمامات عامة وهيكل سكني مثل المجمعات اللي بنعرفها هلأ، الكومباوندز، وعاش فيها 5000 مواطن، بالإضافة إلى قاعتين كبار أحدهما مثل البرلمان هلأ، والأخرى للحفلات والمآتم والاجتماعات. هذا الجزء العلوي من تل الموتى. أما المدينة المنخفضة كان فيها السوق وبئر وفرن تحت الأرض، بس الفرن مش اللي بيعملوا فيه الخبز، فرن كانوا بيتحمموا فيه بالمي السخنة، يعني شيء مثل الساونا هلأ. وبالنسبة لطقوس أهل الموتى اللي إلى الآن مش معروفة، وجدوا تماثيل للإله ثور، رجل عنده قرنين ثور والشهير في الثقافات القديمة، لذلك ربط العلماء بينه وبين عبادة أهل تل الموتى للإله ثور. ووجدوا مسبح مبني بالطوب ومقاوم للماء استخدم للتطهير الديني، يعني كانوا بيغمروه بالماء ويغطسوا حالهم فيه ليتطهروا من الذنوب والأثام، مثل ما بيعملوا الهندوس سنوياً في نهر الجانجا بالهند. شو كان بيشتغل أهل تل الموتى؟ كانوا مزارعين، واستخدموا عربات الثيران لفلاحة الأرض اللي وجدوها علماء الآثار عند التنقيب في موهينجو دارو. والغريب أنه لم يعثر على أي مقبرة في تل الموتى أسوى بالفراعنة مثلاً، ولا كأنه كان في بشر عاشوا بهيدي المنطقة، مع أن أهل هيداك الزمن كانوا بيهتموا بشكل كتير كبير بالمقابر والحياة الأخرى، واعتادوا على دفن الإنسان مع متعلقاته الشخصية وطعام يساعده على الصمود حسب الأساطير القديمة في رحلته إلى العالم السفلي. لما حفرت المنطقة لإنشاء السكة الحديد من لاهور إلى كراتشي
ما لقوا عظام ولا رفات، وجدوا فقط تماثيل وقلائد وأساور، ومن هون قيل إنه مدينة تل الموتى دفنت تحت الأرض. ماذا حدث في تل الموتى قبل 4000 سنة؟ تم تدمير المدينة 7 مرات بسبب الفيضانات، وكل مرة كانت تتدمر ويرجعوا يعمروها حتى حدث الفيضان الكبير اللي محى تل الموتى من على وجه الأرض. لم يبقى سوى تلال رملية كبيرة كالجبال، وكانوا الأطفال بالأجيال اللاحقة بعد آلاف السنين بيلعبوا عند الكثبان الرملي وبيلاقوا تماثيل صغيرة أو كبايات لأهل تل الموتى. بس ما تخيلوا هني أو أهلهم إن لناس دفنهم زلزال صاحب فيضان ضخم قبل 4000 سنة. هيدي الحكاية حركت خيال أهل منطقة موهينجو دارو، واعتبروا إنه اللي غرقوا بالفيضان أرواحهم حبيسة تحت الأرض لأن لم يحظوا بطقوس دينية لدفنهم، لذلك بيطلعوا من محبسهم تحت الرمل وبيتجولوا فوق الأرض. أهل المنطقة بيحكوا قصص طريفة عن الجن اللي بيسكنوا تل الموتى حيث دفن أهلها تحت الأرض بفعل الفيضان. بيروي أحدهم أنه كان راجع من شغله وشاف حفل الزواج للجن في تل الموتى مثل حفلات زواج البشر، أكل وشرب ورقص وكلهم لابسين أحمر، وحتى أنه جني راح لعنده وضايفه من الأكل وطلب منه مشاركتهم الاحتفال. وبيوصف هذا الرجل الباكستاني الجن اللي شافهم في تل الموتى بإيدهم قصار وإيديهم كتير صغيرة. حدا تاني كان راجع من شغله وقاطع بالموقع الأثري لتل الموتى على الموتوسيكل، وفجأة انرفع هو وياه بالهواء وانكبوا بالمي، وطبعاً الفاعل هو الجن. وفي سيدة حكيت شغلة غريبة تحدث يومياً حسب زعمها في موهينجو دارو، بأنه أوراق الشجر تهتز بشكل مستمر وأنه في حدا عم يعمل هيك، وطبعاً المتهم هو الجن. إذن سبب خراب تل الموتى واختفائها من الوجود مع أهلها اللي ما بقي منهم حتى رفات بدل على أنهم عاشوا في هذه المنطقة من باكستان هو تغير المناخ والفيضانات اللي محت حضارة وما بقي منها إلا أبراج تخفي لغز حياة هؤلاء الناس اللي دفنوا بالكامل تحت الرمال. وبعد 4000 سنة بتقول الطبيعة أنا الأبقى وأنا الأقوى.